وعن مبدأ حبه وعن فكرة، واختاروا الخدمة الشرطية وعيونهم تسهر تحمينا بدوافع حب الوطنية. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم عبر هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دفتر أحوال. الشرطة السودانية بإداراتها المختلفة في كل يوم تقدم الكثير والكثير من أجل الوطن والمواطن. شرطة المرور، الإدارة العامة للمرور، ولا سيما شرطة مرور ولاية الخرطوم، تصل عمل الليل بالنهار من أجل تقديم خدمة مرورية متميزة لإنسان الولاية ولإنسان السودان. في الآونة الأخيرة شهدت ولاية الخرطوم كثير من الاختناقات، نقول الاختناقات المرورية تحديدا لأسباب عديدة، ولكن رجال شرطة مرور ولاية الخرطوم، ضباط وضباط صف الجنود عاملين بهذه الإدارة المهمة، كانوا يصلون كما أسفت عمل الليل بالنهار من أجل أن يخففوا على المواطن هذه الاختناقات وكثير من الخدمات المرورية التي تقدم بولاية الخرطوم. التحية عبر هذا الملف لكل القاعدة العريضة في شرطة السودان، ولا سيما الإدارة العامة للمرور، ولا سيما إدارة مرور ولاية الخرطوم. نرحب كثيرا في هذه الحلقة بضيوف الأكارم داخل الاستوديو، أخونا العقيد شرطة هاشم أو عماد الدين هاشم محمد، نائب رئيس فرع الإعلام، الإعلام والعمليات، الإعلام والعمليات طبعا كلها في حتة واحدة، العمليات بمرور ولاية الخرطوم. يمكن عماد، أنا والله قلت الإعلام قد يكون عن قصد، لأنه أخي العقيد عماد مشاركا في كثير من البرامج التوعية والتثقيفية عبر الفضائيات وعبر الإذاعات المختلفة، زي ما قلت هي خدمة للوطن وللمواطن. مرحبا بك عماد الدين هاشم من فرع العمليات بمرور ولاية الخرطوم، وأقول لك كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بحيي كل رجال الشرطة عامة وخاصة رجال المرور المنتشرين في بقاع السودان في طرق القومية وداخل المدن، وهم بيقدموا خدمة للمواطن. وأنا بقول شرط المرور هو صديق وليس عدو، زي ما الناس بيفتكروا إنه الواحد يشوف شرط المرور ويكون ما رابط الحزام تلقاه طوالي نزل الحزام، جر الحزام، جر الحزام، والحزام هو ما مربوط. هو أنا ما أعرف هيغوش رجل المرور ولا أنا بحيي كل شركاء المرور، لكن بقول في ناس ملتزمين التزام تام بكل العملية المرورية، وأنا بحيي قناة الشروق وبحيي برنامج دفتر أحوال هو برنامج الشرطة، وبحيي كل السيد وزير الداخلية والمدير العام من ثم هيئة الإدارة والسيد مدير الإدارة العامة والسيد مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم، وبحيي كل من سائق المركبة والراكب والماشي راجلا إن شاء الله. دي تحية يمكن هي وصل عبر برنامج دفتر أحوال لكل القاعدة العريضة ونقول شركاء الطريق عبر هذه الحلقة من برنامجكم دفتر أحوال. أيضا تمتد التحايا لأخي الكريم العقيد عبد العزيز، الدكتور عبد العزيز أمين محمد، رئيس فرع الإعلام بمرور ولاية الخرطوم. عبد العزيز مرحبا بك في برنامج دفتر أحوال، ونحن يمكن أنا قبل قلت أخونا عماد الدين هو من فرع نقول الإعلام، أيضا أقول برضو عبد العزيز من فرع العمليات بمرور ولاية الخرطوم. شكرا جزيلا السيد العميد عبد الله، والتحيه لفضائيه الشروق، والتحيه ممتده لكل مشاهدينا على امتداد هذا البث، والتحيه للسيد وزير الداخليه والساده قاده الشرطه المدير العام وهيئه الاداره والقياده، والتحيه لرجال المرور المنتشرين في كل انحاء السودان، ونخص التحيه لدائره مرور ولايه الخرطوم و قائدة السعادة اللواء شرطة الصديق العبيد، ونحيي كل رجال المرور المنتشرين الذين يعملون الآن في الطريق وفي التقاطعات وينظمون في حركة المركبات سلامة للمواطن وتحقيقا للأمن. دكتور عبد العزيز ما حيّد ناس الإعلام. التحية هو أظن ما بحيي نفسه، لكن التحية موصولة للسيد اللواء شرطة دكتور
حسن حامد وكل قادة الإعلام برئاسة الشرطة. وأيضا أخواننا في الإعلام المرئي والمقروء والوسائط المختلفة ولا سيما الشبكة والإنترنت. طبعا أنا متأكد هي ما فاتت عليك، لكن زي ما قلت أنت شوية وضحتها وحييت جزء بسيط، أطلعت الجزء وريت الكل على ما أعتقد. طبعا الله حقيقة يا السيد عبد الله، احنا من دور الإعلام مع مع المرور دور مهم جدا، وحقيقة الإعلام عبر الوسائط المختلفة حضور في التوعية المرورية. واحنا حقيقة لما نقول توعية مرورية بنقصد انه احنا دارين، يعني هي في قوانين موضوعة ولوائح، ولكن يعني احيانا قد يغض الطرف عنها قائد المركبة، وبالتالي بتحصل المشاكل وبتحصل الحوادث. وده يعني احنا حقيقة كل رجل المرور هو زي ما بيقول شاعرنا قاسم الحاج، بوليس حركة كلك بركة، تساعد الناس في خفة وحركة، انت صديقنا ونحن اصحابك، لنا معاك اهداف مشتركة. فانا افتكر دي صفات سامية جدا لرجل المرور. يعني نعم البيتين دي المكان تديرهم عشان انا اشوفهم كده، حبه واكشر بها في برنامج دفتر الاحوال. ما انت ما كلمتني بالقصة دي. يعني انا عمري برضو بحيي ناس الاعلام كلهم عبد العزيز في رئاسة الشرطة وكذلك في الادارات المختلفة، اللي اقول برضو فروع الاعلام بكل ادارات العامة في وزارة الخدمة العامة في السودان، وهم ايضا بيقدموا خدمة للوطن والمواطن، وايضا اخواننا في البنية التحتية وغيرهم شركاء، اقول برضو هم الجزء لا يتجزأ من عمل المرور. اخي العقيد عبد الدين هاشم جبيل، انت بديت بمزارة حزام الامان طوالي، لكن كده عدغلي شوية على حزام الامان، وديني برضو حاجة عن شنو مزارة الاختناقات المرورية الحاصلة في ولاية الخرطوم تحديدا في الآونة الأخيرة. يعني نعم، أنا بنقول حزام الأمان، أنا ما أعرف شركاء الطريق الواحد ما بتكلف أي حاجة إنه يربط حزام الأمان، وحزام الأمان ده هو بيقلل كثير من الصدمات، يعني وما الغدر بيكون محتوم، لكن بيقلل كثير من الصدمات، إنه السائق بيكون ثابت في الكرسي بتاع عجلة القيادة، والعربية حصل لها أي حادث لا قدر الله هو بيكون ثابت، بيكون الإصابات بتكون إصابات خفيفة ما بالمستوى الكبير، يعني ما بتكون مميتة. وحزام الأمان هو بقى بيشتغل الإيرباك ما لم أنت تربط حزام الأمان، الإيرباك ده أنت ما ربطت حزام الأمان، الإيرباك في المركبة ما ممكن يشتغل، لكن لازم. طيب عشان نوضح هنا عشان ما نمشي في النقطه دي، الايرباك شنو يعني؟ الايرباك هو الناس ما عارفينه يعني. الايرباك هو اي العربات الحديثه طوال الايرباك زي الوساد اللي بتطلع لك كان حصل اي تصادم. الدركسون قدام. نعم هاي الدركسون في الطبلون موزعه، خاصه العربات الحديثه برضه الناس الراكبين ورا برضه في الجنبات، ما الحزام للسايق بس، لكن الراكب جنب السائق والراكبين ورا بيكون برضو رابطين الحزام، ما السائق فقط. نحن أسعى مخالفتنا هنا للسائق، لكن أسعى إن شاء الله هيتعدل، بيكون السائق والراكبين. ثاني أنت زور راكب لازم أنت ذاتك تربط حزام الأمان، والناس ما يشوفوا حاجة فانتازية ولا يقول لك أنا العرب بيضغط على بطني وناي، لكن هو بيقلل كثير من الصدمات. والمركبة دي هي أداة للنقل، إذا أسيت استعمالها هتكون أداة للغسل، بتكون زي البندقية وزي ليك أنت وللناس الراكبين معك والناس الماشيين في الشارع. لذلك المركبة ما يقول لك أنا ما أمن تأمين شامل كامل عشان أعمل حادث والحادث بغط. في جرائم في المرور الحادث ما التأمين ما بيغطي لك، مثلا تخطي الإشارة الحمراء، عكس الشارع، القيادة بطيش أو تحت تأثير السكر، دي كلها التأمين بيزول. رخصة القيادة برضو أنت كما عندك رخصة قيادة بيكون التأمينك برضو بيزول، لكن احنا دايرين الناس يعقلوها ويتوكلوا. الواحد يتأكد من مركبته مرخصة، ترخيصة ساري، رخصته بيجيبه شهادة البحث، بعد ذاك يربط الحزام ويتأكد من المكنة تعمل بصورة جيدة، الموية، الزيت، الإنارة برضو بتساعد كثير جدا،
لانه بنلقى في حوادث في شارع المرور السريع. الواحد المثلث اللي بيكون في المركبه ده بيكون ما في. يعني حصل اتعطلت المركبه تلقاها وقفها في نهر الطريق، خط له حجاره، او الواحد ما بيولع الاناره الموضعيه او الخطرات، واي واحد بيكون جاري وجاي ورا ما بيكون شايفه. لذلك برضه ده بيتحتم على العربات الكبيره عندها عاكس، واي واحد يكون لازم يكون عنده عاكس، والعربيه تعطلت تطلعها خارج نهر الطريق، لانه انت هتسبب موت او اذى جسيم، لانه اصطدام جسمين والجسم بيكون ثابت، دي تمام بتكون مشكله. اما اذا كان الجسمين انهم مختلفات في الشارع او في تعاقد فارع، بكون الحادث حادث كبير جدا، ويكون ده سبب التخطي هو السرعه الزايده. الباب الاثنين اللي ورا برضه فون ايرباك وكده، فون اكياس؟ نعم، في الجنبات العربات الحديثه دي بيطلع لك الايرباك بالجنبات، الجنب اليمين واليسار. ايوه لذلك تسأل العربات، نحن بنلقى بتاعنا اللواري واسع ما عنده حزام امان، لكن تلقاه عامل له سلبه طوالي، تلقاه جراح طاهم كثير جدا. احنا بنلاحظ ناس اللواري بيتفورد واللوري طبعا حاجه عشوائيه، الاوستن ده هو ما عنده اير باك، لكن هو داري يكمل ازاي السلبه دي يعني عماد، هي حاجه عشوائيه. ايوه يعني عشوائيه جدا، عشوائيه بتضر، ممكن تخنقه في حادث، تلقاه سلبه البيضاء اللي عامله زي الهناية دي، تلقاه عامله زي الحزام. وهو طبعا اللواري ما عنده حزام امان هو في، لكن هو بس داري يركب، هو يوري انه عنده حزام امان وماشي. قبل قلت برضه العاكس المثلث كده، وضح للمشاهد العاكس شنو تقصد به؟ العاكس المثلث نحن بنلقاه في المركبات الملاكي. طوالي انت لما تفتح ظهريتك وعندك الاستقدار طوالي، العاكس ده بيكون في المركبه بتشيله وتحطه على بعد 50 100 متر عشان الواحد البلال يجي يعني. لكن في واحدين بيحطوا العاكس خلف العربيه، يعني انت ده موقع الحدث، ما ممكن تفاجئنا ثاني، ما بيكون عندي اي تصرف او اي تحكم. انت النظر ده اصله، انت لما النظر يدي اشاره للعقل والعقل يترجم ليك انت، لانه المرور ده نحن بنلقى فيه حساب مثلثات، بنلقى فيه احياء، بنلقى فيه بلاغه، بنلقى فيه انجليزي، يعني ما تقول ناس المرور ده ناس قطع ولا كده، ما قطع بس هو فيه اي حاجه، لانه برضه فيه شعر زي ما قال عبد العزيز قبل شويه. نعم فيه شعر، الكلام الموزون الجميل قال، وفيه بيساهم في الاقتصاد الوطني وتلوث البيئه برضه. نعم يعني هسه حصلت ازمه مروريه، بيكون في تلوث للبيئه، بيكون انت ساهمت سلبا في تلوث البيئه، ساهمت سلبا في الناس الواقفين ما قادرين يوصلوا، ساهمت سلبا في استهلاك الوقود. يعني وقفتك الكسر من الثانيه دي بتعطل الشارع 45 دقيقه. انا بشوف كثير من شركاء الطريق، الواحد الاسطوب واقف احمر تلقى جابه نازل بالتراب عشان يخش اول واحد. قدام الناس. قدام الناس، والناس كل واحد نحن واقف رايح. حجة انه هو زول مستعجل وما حصل حاجه. عندي أيوه. وهو ما عنده حاجه. في واحد قاعد يا خواجه قال بيحكي لناس المرور ومتحرك من القضارب، وجاد عربيتين ماشيات بسرعه شديده، قال بعض وصل القهوه بعضهم اللي كانوا يشربوا في جبن ما عندهم حاجه يعني، استغرب انه في شنو ساتر الحاصل شنو ما في حاجه. ونحن نتمنى من شركاء الطريق الناس تكون عند المزوليه، لانه يكون مزول هو السائق المركبه معه خمسه او اربع اشخاص، هو سائق الباص طرق المرور السريع، انت مزول من 50 راكب راكبين معاك، وفي واحدين عندهم سلوكيات في نحن بنشوف الموبايل تلقى رابطه فوق بينايم يتكلم كذا وثاني يفك ويمشي فوق معلق فوق. بعد شويه يوقفوه في نقطه بتاعت تفتيش ولا حاجه، تلقى خدت له لما اخذ مركوب ولابس سفنجه، بس مركوب يجيك نازل تحت سايق بالسفنجه. يعني سايق بالسفنجه، ودي خطره جدا للركاب. يعني يتمنى شركاء الطريق الراكبين داخل الباص يكونوا عين المرور داخل الباص، ويتصلوا علينا على التلفون 37، هي غرفه السيطره والتحكم،
هذه الغرفة أنشئت لراحة المواطن. نحن العملية التشغيلية ونتمنى كان قناة أو كاميرا الشروق أو نعم. كاميرا دفتر الأحوال نعم. كان اللقاء يكون من داخل هذه الغرفة عشان يعرف الحاضر شنو ويعرف المخالفات من على البعد بالكاميرا نعم. يعني عندنا مخالفات، عندنا كاميرا داخل هذه الغرفة الزوم بتاعها قريب للعشرة كيلو. حيا 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 ممتازة طبعا. يعني انت شايف وسط الخرطوم وشايف وسط ام درمان بصورة عالية النغاوة واضحة جدا طبعا، واللوحة بتشوفها قدامك. احنا متمنين كان الكاميرا تكون هناك عشان تعملوا مخالفة، المخالفة من على البعد دي. يعني انت لو جيت قعدت في الغرفة الناس شغالين ده، انت داك ما عارف انه عملوا لهم مخالفة. ما لم ياخذوا ثلاثة لقطات، بعد الثلاثة لقطات بيخش مع السيستم بتاع المرور بيقفلوا ترخيصه، وطوالي اوتوماتيكلي بتجيك رسالة في الموبايل انك وقفت وقوف خاطي في الموقع الفلاني والشارع. انت بعد ده تاني الحكاية ده شغالة يعني؟ شغالة تماما. بعد ذاك من ثم عندنا رجل المرور، رجل المرور في حد ذاته هو ضبط للشارع، لكن جبنا رجل المرور هو التاب. ناس ملاحظين انه رجال المرور عنده انتاب في المكان اللي فيه الزحمة المرورية والدبل باركن والناس الواقفين وقوف فاضي، طوالي بياخد نفس المخالفات على البعد من بيخش في السيستم من تابو ده، بيعمل لك ثلاثة لقطات، بعد شوية بيخش السيستم بتاع المرور، بيخش طوالي الموبايل بتاعك انك بيجيك رسالة انك وقفت وقوف خاطي. يعني التقنية في المرور ماشية في تقدم وتطور، في تقدم وتطور. نعم. بخلاف انه عندك المرور السريع، ممكن نجي برضه نتكلم نجي فيها في جزئيه ثانيه اجهزه التتبع الجغرافي. نعم دكتور عبد العزيز، والله انا كنت ازعل عن الترخيص ومواضيع الترخيص بدايه، لكن قبل ما اخش في هذا الملف المهم برضه، يعني اخونا عماد ممكن طوف بينا في كميه من الحاجات، ونقول والله القى على عاتقنا كاعلام، يعني كان انتم في اعلام المرور ولا في الاعلام بصوره عامه دفتر احواله وكل البرامج المشابهه. اول حاجه بزياره، نحن نعد ان شاء الله اخونا عماد بزياره لي ان شاء الله غرفه ثلاثه سبعات، نقول هي حلقه كامله ان شاء الله من برنامج مبدئيا من برنامج دفتر احوال من داخل غرفه الثلاثه سبعات لمزيد من المعرفه والادراك. نحن في النهايه بهمنا المواطن يمتلك كل الحقائق وكل المعلومات يعني عن قرب، ودي هي هدف اساسي ورئيسي في برنامج دفتر احوال. لكن برضو يا عبد العزيز برضو يمكن هبشنا شويه عماد في حكايه الله. اول حاجه حزام الامان ده عاوز انا يخليه بكلامه ده، عاوز مزيد من تسليط الضوء على حزام الامان. اذا كان العشوائي اول جاي بصوره رسميه واهميته كذلك في المركبات، والناس اللي بيستخدموا اللواري وغيره نوقفهم من المزاد دي، والمزاد دي كلها عاوز اخليه اعلام او رسائل من اعلام المرور. تتفق معنا تخليه في المزاد دي؟ لابد من تعليق برضه يعني. نعم حقيقه زي ما ذكر الاخ عماد، مساله ادوات توفير ادوات السلامه في المركبة مهمة جدا. إطفاء الحريق طفاية سعرها ما مكلف، يعني الأيام دي يعني تشهد ولاية الخرطوم وبعض الولايات حريق في مركبات، يعني الحريق ده اندلع لأن صاحب المركبة ما عنده طفاية حريق. لو في طفاية حريق أنا أفتكر ما بيكون في أضرار بالحجم ده يعني، ودي مسألة مهمة جدا يعني ممكن نضيف لأدوات السلامة المرورية. حقيقة احنا في الفترات الأخيرة تلاحظ أنه يعني احنا قياس الرأي العام لرجل المرور كان على درجة عالية جدا من خلال يعني رموز قيادة المجتمع المدني، يعني يتحدثوا أنه يعني شاهد رجل المرور يعمل بكل تفاني ونكران ذات، ويعني رجل المرور ده بيكون واقف فترة صعبة جدا جدا وفي وسط الهجير، ويعني يعني بيأدي دوره وعمله بكل تجرد ونكران ذات. يبقى انه احنا القيادات المجتمع المدني ورموز هم اللي بيعكسوا لنا الاداء بتاعنا. حقيقة يعني احنا قبل فترة كرمنا عدد كبير جدا من رجال المرور على مستوى الاتحاد وعلى مستوى الولايات،
فده بيأكد أنه يعني إحنا ناسنا دي المنتشرين وبيأدوا دورهم وواجبهم. لكن إحنا دارين من المواطن شنو؟ دارين من المواطن أنه شوية كده مسألة السلوك، قطع الإشارة والسرعة الزايدة والتخطي، يعني رجل المرور ده هو بينشد سلامة سائق هذه المركبة وبينشد سلامة توفير السلامة لأرواح سائق المركبات والمواطنين. بعدين يا سيد عبد الله في شيء مهم جدا، يعني العربات دي بتكون ماشية في الشارع لكن انت بتستعجل، عندك أغراض داير تصلها بنفس المستوى اللي انت عندك أغراض ماشية توصلها، أيضا الزولة اللي انت داير تتخطاه وداير تتفاداه لحد ما تزاحمه وتحصل تتخطاه وتحصل مسألة بتاعت احتكاك وتحصل حادثة مرورية، يحصل تلف، يحصل خسارة في الأرواح. أنا أفتكر يعني الناس احنا بنناشد السائقين المركبات انه على اقل قدر يكون السلوك فيه شيء من الانضباط، ويعرف انه هذا الشارع فيه شركاء، يعرف انه في قانون ضابط لحركه الشوارع. وحقيقه احنا والله بنحيي اخواننا في وزاره البنيه التحتيه ايضا متحدين، يعني احنا بنعمل معهم جنبا الى جنب. ورجل المرور هو يعني بزيه وبابتسامته وبكل شيء، هو زي ما بقول انا في شخصك احترم اشخاص، ويعني رجل مرور رجل سلام ورجل بشاشه، من نوع المواطن اول ما يشوفه يزوغ منه وكذا. في الشق الثاني مساله بتوجيه كريم من السيد والي ولايه الخرطوم، حقيقه يعني عالم مدير دائره مرور. انا جايك عبد العزيز قبل ما تخش عليه في اعلان السيد والي ولايه الخرطوم والسيد مدير مرور ولاية الخرطوم. نعم. والبشرة السارة كانت يمكن هي صحيح الآن هي شغالة تماما في مرور ولاية الخرطوم. صحيح. ليكم التحية مجددا في هذا المقام يعني. لكن برضو يا أخونا عماد عبد العزيز يزاغ من كلامي، يعني زي ما قال أخونا محمد موسى في شروط مرض من هنا نأخذ إجابة نحن، لكن برضو سؤالنا ما حخليها نحن، نحن نتكلم عن حزام الأمان. برضو أنت مشيت بين فكيت الحزام ومشيت لحلات ثانية، لذلك أنا بعتبرها برضو مخالفة مرورية على الحوار. كلمنا شوي برضو عن حزام الأمان والكياس اللي بتطلع زي ما قال ايرباك واهميته، ونحن برضه كاعلام مفترض نركز على المساله دي بتركيز كبير، لانه هي مساله مهمه زي ما قال اخونا عماد، هي مساله هندسيه ما وضعت عبثا في المركبات تستغل الطريق العام، يعني هي معموله بحسابات زي ما قال، هي مساله هندسيه. صحيح. يبقى نحن كاعلام لابد من جرعات في هذا الجانب. عندكم اي خطه انتم موضوع المساله بتاع حزام الامان، حتى قطع الاشاره زي ما هو برضه واحده من الحاجات اللي ركزها، يعني ما برضه زاد من جزئيه من سؤالك برضه انا حرجع عليه، كده اديني جزئيه في مساله الله. انا افتكر حزام الامان حزام الامان ده مهم جدا، يعني انا اذكر مره دورت العربيه طالع ولدي سالني قال لي يا بابا انت ما ربطت حزام الامان. يعني حاجه بسيطه، قلت له حزام الامان ده شنو؟ قال لي يا اخي يا بابا لو حصل اي حادث انت حزام الامان ده بيمسكك، فقلت له برافو يا مظفر، يا اخي ده كلام جميل. طيب الحادث ده لو حصل يعني كيف المثل؟ انت سالته يعني ثاني؟ سالته، لكن هم طبعا يعني اطفال هذا الزمان، اطفال كلهم تطلعاتهم الكترونيه وعين وعي كبير اي حاجه يعني. فحقيقه حزام الامان هو لسلامه السائق المركبه باي حال من الاحوال. يعني انا اذكر انه في احدى الزملاء سايق عربيته اتقلبت 10 مرات وهو كان رابط حزام الامان. ما رابطين حزام الامان كان كلهم توفوا الى رحمه مولاهم، لكن هو كان يعني لان رابط حزام الامان ولان العربيه ثابت وهو ثابت في مكانه، او زي الام لما تحضن طفلها يعني، يعني ما تضرر اصلا ما تضرر ولا جاته اي حاجه. نعم. وانا افتكر المساله دي يعني حق الناس، يعني اي حاجه موضوعه في العربيه دي مهمه جدا. واحنا حقيقه برضه بنحيي اخونا الاستاذ لقمان احمد، يعني فرد من افرادنا في الشجره، لقاه قال لي وهو جاي من امريكا طبعا، قال لي يا اخي وقفوا، فاحتار انه المساله دي هو داير يعمل له مخالفه، فقال لي افتح العربيه، فلما فتحها لقى انه رابط حزام الامان، قال لي شكرا جزيلا يا استاذ. فالمساله دي نشرها هو شكرا طبعا. احنا برضه بنشكر اخونا الاعلام المعروف لقمان، وبرضه بنحيي ابننا مظفر على هذا الحديث الطيب. يمكن الوعي نقول مظفر، لكن برضه كميه من مظفر عنده مخالفتين، خلينا نشوف المخالفتين بعد اخذنا فاصل نرجع تاني نتواصل.
مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام في برنامجكم دفتر احوال، ونحن في معية الاخوة في الادارة العامة للمرور ولا سيما دائرة مرور ولاية الخرطوم. اخونا العقيد عماد هاشم قبل الفاصل كنا بنتكلم عن تحديدا مخالفتين، حزام الامان والثانية المخالفة الثانية معنا مخالفتين يا عبد العزيز بتاعت حزام الامان وبتاعتك انت اللي هي الجزئية الأولى بتاعت السؤال بدينا بالحلقة المنتظرة. أنا في تقديري أي مشاهد الآن هل هو الازدحام الحاصل الأزمة المرورية في المرور في الخرطوم تحديدا هاي؟ نعم، أنا بقول شغل المرور ده شغل إرشادي ما عقابي، زي ما قال عبد العزيز ولده، زي ما واحد مزفر. يكون هاي مظفر، نعم، واحد وراكب ولده معه يتخطى الإشارة الحمراء، ولده قال له يا أخي يا بابا أنت عملت حاجة غلط كبيرة جدا، قال لي شنو؟ قال لي اتخطيت النور الاحمر، بقى تاثيره اكثر من زول يقطع عليه مخالفه او يفتح له بلاغ. نعم، ده كلام كبير، يعني الطفل ده مفروض ينشا ذاته. عندنا هسه الحمد لله مغرر هيكون في المدارس الاساس، نعم، ومدارس الثانوي هيكون مغرر، ونحن في كل المدارس هسه مغرر من ضمن المغرر العادية. نعم، هسه طبعته وزارة التربية، نعم، وجاهز عشان يوزعوه لكل المدارس. ثاني بيكون في العام الدراسي وبيجي يدرسوه ناس متخصصين مع المعلمين يدون دورة عن المرور. ده يعني ده كلام ممتاز هيك. هسه الحمد لله في كل المدارس نحن كان عندنا، خاصة أنا بقول أي مدرسة أو مدارس الأساس أو القبل المدرسة الروضة برضو الترحيل مشكلة كبيرة جدا. نعم، مفروض يكون في أستاذ مذهول من الترحيل ويراجع المركبات، وأي رئيس قسم في دائرة اختصاصه يعمل ملف لأي مدرسة بسواقنا بمشرفينا، يعني أي مركبة بتاع الترحيل لازم يكون فيها مشرف أو مشرفة، لانه بيحصل حوادث وحوادث اثارها بتكون كبيره جدا. والله يا عماد انا معلش انا اقدر اتعلق الكلام الجميل ده، لان النقطه هي ذاتها مهمه جدا جدا. نعم، انا لاحظت برضه في مجال انا وغيري يمكن كثير لاحظت في مجال التراحيل تحديدا بتاعت الاطفال دون المدرسه، يعني او في رياض الاطفال المختلفه، صحيح في 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 ترحيل، لكن الترحيل ذاته عاوز تقويم. نعم، والمشرف بتاع الترحيل تلقاه راكب او هي راكبه داخل العربيه وبتنتظر الطفل لحد ما هي شاركه في العربيه، يعني كل الله قدر عليه بتفتح الباب عشان الطفل يركب. نعم، تفتح عشان ينزل، لكن بعد ذلك بيحصل له شنو في الشارع؟ الطفل ذاته ممكن يتعسر يقع في الواطه، كثير من الحوادث حصلت بالكلام ده. كده دي برضه تعليق في الجزئيه دي لانه مساله مهمه، وبرضه ده دي اختراع على الهواء، لان احنا زي ما ناس الاسره والطفل اللي ما دي شيء برضه هم منتشرين في المدارس المختلفه، بيحموا المدارس حمايه للمدارس الموجوده في نقول في الخرطوم وغير الخرطوم، لانه يكون برضه احنا عندنا جسم رغابي للاطفال تحديدا من اداره المرور تحديدا يعني. نعم، نحن طبعا المدارس المنتشره وخاصه المدارس في الشوارع الرئيسيه، انا بلاحظ جدا كثير جدا انه الترحيل تلقاه وقف بيغادي للشارع عشان الطفل طوال يقطع الشارع بيحصل له حادث طوالي، والشارع تلقاه شارع كبير، ما شارع فيه جزيرة وسطية، ممكن ما تلقى فيه جزيرة وسطية. المدارس المطلة على الشوارع كان فيه انه يعملوا باب في شارع جانبي بيكون احسن وبقلل كثير من الحوادث. يعني شارع الباب الرئيسي ده ما حبوا. نعم، انت مطل على الشارع الرئيسي ده بيحصل له حوادث، واي مدرسة تمشي عندها يكون توفوا على الاقل في العام الدراسي بيكون مشكلة كبيرة جدا. طيب الحاجة دي بدل تكون هي مناشدة ليه ما تكون إلزام أساسا؟ نحن إلزام، وإن شاء الله حنزور كل المدارس المطلة على الشوارع بالتنسيق مع رؤساء الأقسام. نعم، ويعملوا إنه كان في المدرسة فاتحة على شارع جانبي المفروض يتفتح الباب على الشارع الجانبي ما يتفتح على الشارع الرئيسي. نحن عملنا دورات كثيرة للمعلمين إنه كيف أنت توقف الشارع، وديناه عصاية مضية وفيها مثلث بيقفل الشارع بيركب الأطفال، كل يوم بيجوا يشغلوا واحد مناوب في المدرسة، ولفينا على مدارس كثيرة جدا عملنا اليوم. لكن باقي لك المواطن بينصاع للكلام ده؟ نعم بينصاع، يعني مركب في الشارع ما بينصاع، لأنه عندنا رجل مرور واقف بيكون معاه واقف
وبعد ذاك زول اتجاوز او عمل اي حاجه ولازم يتاكد رفعته للشارع العصايه انه وقف العربات من على بعد. بعد ذاك بيكون في تخطيط عبور المشاه. بعد ذاك هو بيقطع. انا بقول برضو الاسر يعني الترحيل كان جاء في البيت تخلي الطفل ولا امشي الترحيل جاك، لكن هي مفروض توصله وتسلمه المجرم المشرفه نعم عشان ما يكون يمكن يركب باب يمكن ينسوه يكون قدام العربيه، وخاصه كل وارد نعم. الاطفال نعم في الروضه بيكون هو ما جايب حال لكن بيجي جاري عشان يركب. المجرم المفروض تنزل وتستلم الطفل وتركبه وبعد ذاك تطلع تقفل. والله انا شايف الحكايه بتاعت المشرفه دي كثيره جدا وبالعشوائيه، تحديدا انا اقولها بالعشوائيه نعم. المشرفات معظمين يعني ما كلهم صحيح لكن معظمين، وحتى هي قاعده زيها زي اي زول جوا الحفله دي قاعده في المقعد جنب الباب بس هي منتظره الطفل ده عشان يركب. لكن من المفترض هي عشان تدي الطفل ذاته احساس بالاهميه مفترض تنزل له وتركبه فوق. عماد برضه في حاجه جزئيه قبل ما امشي لاخونا الدكتور عبد العزيز، في جزئيه برضه مهمه تلقى بالذات الحفلات الصغيره هي السعه بتاعت 15 ممكن نقول 14 راكب او 14 راكب بيشيلوا الحفله دي او العربيه الصغيره دي كم 30 مرات بصل ل 40 طفل داخل هذه المركبه، واذا حصل اي حادث لا قدر الله بتبقى مشكله كبيره جدا طبعا. بيكون حادث كبير واثاره كبيره جدا. انا قبل يومين ماشي في الشارع لقيت حفله بتاع الترحيل راكبين فيها اطفال ورابط الباب، الباب الجارين ضربته ورا والباب فاتح. ده صاحب الحفله. اه وقفته طوالي انت تابع لياته معاه مشرفه ذات، سالت المشرفه انا شلت الرخصه قلت له يا اخي انت، قال لي انا برحل. طيب كيف خلوك انت ترحل؟ هسه طفل كان وقع من الحافله دي والحافله ماشي. هسه دي مخالفه نعم. كبيره نعم. جدا. نعم صحيح. ادوني مدير المدرسه تكلمت معه. نعم. قال لي انا ما عارف الكلام ده. قلت له دي مسؤوليتك انت. صحيح. تعين زول صحيح. تتاكد من صلاحيه المركبه. هسه واحد من الاطفال دي كان وقع. وده اسرته مأمنينكم له. نعم. دي امانه مسؤوليه كبيره. تم ومشيت ثاني انا المدرسه مشيت له ذاته وتاكدت انه بتاع الحافله ذاته غيروه جابوا حافله. كويس خالص. كويسه جدا. هو انا راغبنا بالمستوى ده. نعم. ومشينا كده خليه بنمشي اللي بنعمله. وانا داير كله من شركاء الطريق، هو يكون عيننا نحن، عيننا اللي بتشوف يعكس لنا ما يدور في الطريق. بتلفون 37 ادينا رقم العربيه وادينا انها سايقه ياتو مدرسه، بس دي اللي احنا الدايرين منهم. نعم. وانا بقول لك برضو الازدحام المروري في ولايه الخرطوم، يعني كان احنا في تنسيق مع وزاره البنيه التحتيه والمواصلات خاصه في الحفر، هم ملاحظين هسه انه الحفر بدأت لأنه يصينوا فيها من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا، الناس ملاحظين أنه الحركة بقى فيها انسياب. لكن أنا بعزي برضو في بعض شركاء الطريق بيكون في سلوكيات الناس. هسه أنت في كوبري النيل الأبيض جاي الناس بتطلع بقت في زمن واحد وبيتمرك في زمن واحد، لازم يحصل ازدحام. نحن ما عندنا الأزمة المرورية اللي بيقولوها زي الدول الثانية، لكن الناس بتكون ملتزمة بمسارها. نحن بنقول لك كل ما سلكت مسارك كل ما غلى انتظارك انتظارك نعم. ولازم ما يكون في أنانية على الشارع. لا دي موجودة طبعا. نعم. ونحن بنقول ايوه نقول نذكر انت لما انت انا ما بعرف السوداني لما يمسك عجلة القيادة طوالي هو ما بيتذكر انه سوداني، انا بقول له انت تذكر انك سوداني عشان انت تدي الزول لغيرك عشان يخش الطريق وتتعامل في الطريق بقيم الدين والسمه السودانيه ذاتها. نعم صحيح. والله مرات عماد الواحد يكون ماشي في تقاطع وعن قصد، انا اقول عن قصد على الهواء مباشره، يعني اللي بيقهر عينه وعارف لو مشي قدام شويه هو ممكن يقفل الشارع، بيعمل نصر حركه بيقفل الشارع يجيب قدام الزول تماما لحد ما المساله كلها تزيح في بعضها، في حين ثواني بس وقف الناس كلها كان انسان بصوره طبيعيه. انا برضو ما بعيد من المدارس دكتور عبد العزيز، والله انا احيي النشاط الكبير اللي بيقوم به اخواننا في اعلام المرور تحديدا والتوعيه المدرسيه اللي انتظمت نقول ولايه الخرطوم غير ولايه الخرطوم تحديدا من اعلام المرور، لكم التحيه والتقدير في هذا المقام. اديني برضو كلمتين في هذا الاطار.
حقيقة أنا من هنا برسل تحية خاصة لوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم. حقيقة احنا بتنسيق كامل معاهم يعني استهدفنا عدد من المدارس، وبمباركة والله بتوجيه كبير من مدير الإدارة العامة للمرور ومدير دائرة مرور ولاية الخرطوم باهتمام. وحقيقة طفنا على مدارس على المستويات الثلاثة، الروضة والأساس والثانوي في محلية جبل أولي ومحلية أم درمان ومبدة وكرري. وحقيقة يعني احنا عشان ما نحاول نخفف المسألة دي وتكون فيها غبورة التوعية المرورية بتاعتنا دي، يعني صاحبنا معانا فرقة تيراب يعني ضد رامية، وحقيقة كانت في مسابقات وفي جوائز تشجيعية تحفيزية لأطفالنا وأولادنا. وحقيقة يعني ووضحنا لهم انه يعني بكل بساطه انه كيف التلميذ يقطع او الطالب او الشافع يقطع الطريق كيف، ويتعامل مع الطريق كيف، ويجي في عين يمينه لو دار يقطع الطريق ويعاين يساره. ومشينا ابعد من كده، وضحنا لهم العصا البيضاء ذوي الاحتياجات الخاصه، الناس دي مهمين جدا، شريحه اجتماعيه مهمه جدا. يعني احنا بنهتم بذوي الاحتياجات الخاصه وخاصة المكفوفين أيضا. يعني احتفلوا احتفال ضخم جدا جدا، يعني الدولة اهتمت به وكان بحضور رئيس مجلس السيادة عضو مجلس السيادة، يعني كان احتفال كبير جدا. واحنا المكفوفين ده بنعتبر انه شريحة مهمة جدا، شريحة بتحتاج. وفي العصا البيضاء فيها 5 إشارات من خلال توعيتنا المرورية في هذه المدارس، يعني وضحنا لهم انه العلامات الخمسه للعصا البيضاء هي ذات شنو، ورينا لهم وهم ذاتهم طبقوها ووقفناهم. المساله دي الغرض منها شنو؟ الغرض منها نحن يعني الاطفال دول الشيء اللي اخذوه من الجرعات التوعيه الاعلاميه وكده بنقولوها لاباتهم وامهاتهم وكده. والحاجه الكويسه يا سيد عبد الله، انا افتكر انه المساله دي بقت تظاهره سنويه في كل، ليس ولاية الخرطوم بل في كل ولايات السودان. يعني احنا هسه بنشاهد في المنصات الإلكترونية انه حقيقة انتظمت المسألة دي، بل في المدارس عندها رغبة انه ناس المرور ده لجوهم عشان يوعوا اطفالهم، ودي كانت لها مكاسب كبيرة جدا جدا. يعني في مدرسة عباد الرحمن في السبيل او في مبدة، يعني ديل كان في مشكله، يعني العربات دي بتجي نازله من كوبري ود البشير، بتجي نازله باندفاع، وزي ما قلت لك التخطي وكده. يعني طالبونا انه احنا نقوم نعمل لهم يعني عبر مشاه، نعم. على اساس انه واحنا عندنا ناس المرور موجودين، يعني منتشرين موجودين خاصه في المدارس اللي بتكون مطله دائما على شنو؟ على الشوارع الرئيسية. بنلقى انه ناسنا موجودين وبيمسكوا الاطفال دل عشان يعبروا بهم الطريق وكده. ودي حقيقة يعني الاطفال دل، واحنا دايرين نقول من هنا ان احنا والله يعني اطفال السودان كلنا اطفالنا، اطفال المرور. والمواطن ده نحن هدفنا انه نقدم له خدمة مهما كانت، يعني لكن تكون خدمة مميزة وذات جودة عالية، على اساس انه احنا نحقق يعني السياسات الموضوعه لرئاسه الشرطه السودانيه والسلام المروريه. والسلام المروريه، نعم. نعم الكابتن عبد العزيز، والله انا داير هي ما تبقى برامج زي ما قال سمك. الخبر الجميل اللي ذكره اخونا عماد اللي هي ما زالت انه والله يبقى في المقرر، زمان كان نشاط لا صفي، الان نخليه يبقى نشاط صفي تماما ان شاء الله. ودي تحيه لاداره المرور لاخواننا برضه في التعليم لاهتمامهم بهذه المساله المهمه جدا جدا. داير برضه النشاط ده بتاع التوعيه في المدارس ما يكون زي ما انت قلت موسمي، يكون هو مستمر طوال طوال العام ان شاء الله. برضه هي لابد من تحيه لاخواننا في المدارس اللي تعاونوا مع المرور في هذا الجانب، وبرضه لابد من دور نقول برضه حقيقي واضح كشراكه هي موجوده لكنها فعيله بصوره اكبر مع اخواننا في شرطه، نقول والله هي الاسره والطفل برضه لمزيد من التوعيه في هذا الجانب. انا والله بحيي اخواننا القائمين على هذا الامر، امر التوعيه، لان الاطفال ما زي الناس الكبار. عبد العزيز قبل البرنامج يمشي لقدام ويسرقنا الزمن ونختم البرنامج، لابد برضه من جبينك تحت لك الحديث الطيب في مزاد ال 50% ترخيص تحديدا، والبشره كانت للمواطنين وهي الان مستمره بتنتهي بتين، وهي حتكون 50 ولا حتكون اقل ولا حتكون زياده ولا الحاصل شنو؟ هي طبعا المعاملات المروريه كلها تم تخفيضها ل 50% منها ترخيص وتجديد ترخيص المركبات وتجديدها وفك الرهن وغيره. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني نوافذنا او نوافذ الخدمات بتاعتنا شغاله دواما الصباح والمسائي، نعم.
يعني وفي اقبال كبير جدا جدا لهذا. ودي دي دي بالمناسبه يعني الزول اللي كان بيزور من الناس المرور بيقول يا اخي انا والله ما مرخص بقبضونه مرخص، هسه الان خفضوا المساله بقت كلها يعني 50%. انت 50% بتجي تدفع وبعدين في كل المعاملات المركبه اللي كانت بتتزاوغ وكده دي بعد بتمشي خلاص في الشارع بتحل لنا جزء من الاختناق المروري اللي ذكرتوه قبل في كل المعاملات في كل المعاملات. نعم. نعم نعم انا برضو والله يمكن على ذكر الكلام داري احيي اخواننا في قطاع التامين تحديدا. انا شايف بعض شركات التامين دون نسمي واحده من الشركات عشان ما يبقى اعلان تجاري يعني برضه قامت هي اسوه بالمرور خفضت برضه مسائل التامين لجزء برضه مقدر لهم التحيه والتقدير، وان شاء الله الباقي كله يمشي على هذا المنوال خدمه للوطن والمواطن يعني. نعم دارين المسؤوليه الاجتماعيه نعم. لشركات التامين نعم ما يخفضوا لنا بس في ال 45 يوم دي اللي بدت من يوم 4/11 انما المسؤوليه الاجتماعيه يعملوا لنا كباري للمشاه للطلبه خاصه بالمدارس. دي عاوزه قاعده حقيقيه طبعا. احنا ذاته المفروض يجي مندوب ذاته انتم تجيبوا ناس التامين او نقابه شركات التامين عندها مسؤوليه اجتماعيه كبيره جدا لانه المرور هو جزء منها. ما انت المدارس والسلامه المروريه انا بقول السلامة المرورية هي مثلث متساوي الاضلاع. نعم. فيه الانسان والمركبة والطريق. بعد ده في دائرة حوالينا هذا المثلث هي الظروف المحيطة بالطريق. هذه الظروف المحيطة لازم يخشوا ناس التأمين لانه الظروف المحيطة دي عشان يقللوا كثير من الحوادث ودي مسؤوليتنا الاجتماعية. وانا خاصة برضو شركات الاتصال وشركات العربات طيب برضو يعني دي كلها احنا ان شاء الله دي يمكن برضو مشروع حلقة جديدة. نعم. كده احنا وعدكم ان شاء الله على الهواء مباشرة بحلقتين محترمات جدا في وكلام بيكون واقعي تماما اللي هي حلقة بتاعت الغرفة تحديدا من داخل الغرفة. نعم. في برنامج دفتر الاحوال بالتنسيق مع اخونا دكتور عبد العزيز في مرور ولاية الخرطوم، وايضا الحلقة الثانية الخاصة بشركات التأمين وكل الناس العاملين في هذا الإطار عشان نقدم خدمة نقول مميزة للمجتمع السوداني في هذه الظروف الاستثنائية وكلنا مع بعض نمشي لقدام. لكن ده برضو كلمتين قبل ما اختم البرنامج، انا في خواتيم البرنامج كلمتين في مزاد عكس الطريق. كثير من الناس تلقاه وش لوش في الشارع. نعم. وكثير بتحصل في كل محل يعني عكس الطريق ده مشكله كبيره جدا وفي ناس بنطوا التروتوار يعني عكس الطريق. ناس الفيزياء بيقولوا لك شنو؟ بيقول لك لكل فعل رد فعل مساوي له في الوزن ومضاد له في الاتجاه. نعم. يعني عربيتين انت فما بالك واحد سايق اسرته وانت جاي عكس الاتجاه وما بتخيل انه عربيه تجي عكس الاتجاه. نعم صحيح. بعد ذاك بيحصل حادث. بيقع الحادث نعم. وحادث نعم. يمكن رب الاسره يروح في هذا الحادث ما الاسره نفسها ممكن تروح في الحادث. بعد ذاته البعيله الاسره دي منه. انت ما تقول انا عملت حادث ومأمن. والله مشكلة. تأمينك ذاته ساقط. انا بتذكر حادثه بالذاكره كانت مؤلمه جدا. وحادثه كان انه تخطي الاشاره الحمراء. عريس وعروس جايين من بحري وجبوا كوبري المكنبر الساعة 11 التي ماجر اللون عربية ليموزين جا لقى المكنبر الجامعة النور أخضر لما وصل الجمهورية لقى النور أحمر أحمر وقال للسواق أكل الإشارة دي السواق أكل الإشارة أكل الإشارة فإذا حافلة جات من هناك النور أخضر لها طبعا صدمت العربية غششتها بالهلال الأحمر لا حول الله حادث كان فيها العرسان طبعا فيها العرسان نعم. وفيها الأطفال نعم. وفيها بيت كبيرة راكبة قدام والسايق لما نحن كنا قريبين جينا لقينا فظاعة هذا الحادث طوالي ودينا لقيناهم كلهم طبعا العريس يتوفى لا حول الله والعروس يتوفت والاطفال الصغار دير برضه لابسين ابيض يتوفوا لا حول الله والبيت الكبير اللي قدام يعني السواق بس طلع ودوا العنايه المكثفه ودينا الجسامين دي خدتيناها في المشرحه يوم الفرح هاي في المشرحه ده في يوم الفرح ولا نعم في يوم الفرح ذاته الحفله بتاعتهم كانت في نادي الضباط وجينا المشرحه خدتون العريس العروس الاطفال منظر ذاته ومنظر الدم والله
انا انا ده دي مساله عماد هي مؤلمه جدا. نعم. ونحن نترحم على ارواحهم وان شاء الله ربنا يسلم في المقبل الايام القادمات. انا والله ده هي دي جزئيه مهمه جدا وانا الزمن المخصص. نعم انا الزمن كنت اقدر اوصل لك حنوصل تماما انا خليها كده نشد المشاهد. نعم. في حلقه ثانيه جديده عشان نشوف ما تبقى من هذه. نعم. الروايه المهمه والواقعيه تماما. أيوه. انا شاكر لك جدا اخونا العقيد عماد الدين هاشم نائب مدير عمليات بشرطة مرور ولاية الخرطوم على هذه الأريحية وهذا الكلام الطيب، وإن شاء الله على وعد نلتقيكم قريبا في برنامج دفتر الأحوال. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. أنا بشكر السيد العميد عبد الله، وكانت حلقة مميزة لكن ما اديتونا المجال. نديك مجال إن شاء الله كبير. ونحن نتمنى الناس يتعاملوا مع المركبة إن شاء الله تعامل راغي، وقلنا الناس هذا لما انت تسوق انت تعقلها وتتوكل بعد ذاك ان شاء الله. الدفتر ان شاء الله فاتح. نعم. الدفتر اساسا هو فاتح لكل المواضيع اللي بتهم المرور وغير المرور ان شاء الله خدمه للمواطن السوداني. شكرا جزيلا اخونا العقيد الدكتور عبد العزيز امين محمد رئيس فرع الاعلام بدائره مرور ولايه الخرطوم على هذا الحضور وهذا الكلام الطيب، وان شاء الله برضه للحديث بقيه زي ما قال اخونا عماد في مقبل الايام القادمه باذن الله تعالى. شكرا جزيلا. شكرا شكرا للتيم العامل وشكرا لفضائيه الشروق وكتر خيركم. ونحن ان شاء الله يعني الشروق دائما معانا صباغه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان المسائل كلها تمشي على خير من اجل توعيه المروريه وسلامه المواطن بمشيئه الله تعالى. ختاما انا لا يمكنني ان اضحي من اجل قضيه بمستواي، ولا يمكنني ان اضحي من اجل قضيه اقل من مستواي، بينما اضع نفسي ومالي وولدي وكل شيء في خدمه القضيه عندما تكون عباده في سبيل الله. تحياتي والتيم العامل، مع السلامه.